بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في سلسلة تعليم مادة الرسم الهندسي والإسقاط لطلبة الفرقة الإعدادي بكلية الهندسة. ما زلنا شغالين في موضوع القطاعات، وهنبدأ إن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم في تمرين جديد خاص بالسكشن رقم 4. في المثال اللي قدامك متوضح قدامك مسقط رأسي ومسقط أفقي. المطلوب ان انت تبدا تعمل قطاع راسي واستنتاج المسقط الجانبي وترسم المسقط الافقي زي ما احنا اتعودنا او احنا ماشيين على مجموعه من الاساسيات بنبدا نشتغل عليها. رقم واحد ان انت بتبدا تطلع الابعاد المسقط الراسي والجانبي والافقي، دي اول حاجه تبدا تعملها. يبقى انت عندك رقم واحد زي ما احنا اتعودنا كده، دي رقم واحد تبدأ تطلع الأبعاد للمساقط. أول حاجة الأبعاد بتاعت المساقط بتاعتك أكبر طول عندك في المسقط الرأسي. تبدأ تقرأ الرسمة اللي قدامك كده وتبدأ تطلع الأبعاد. تقدر تقول والله أنا عندي 18 زائد 86 68 زائد 29، ونجمع عليها بقية الجزء ده اللي هو عبارة عن ال 65، يبقى أنت كده جبت أكبر طول للمسقط الرأسي. أكبر طول للمسقط الرأسي هو الطول بتاع المسقط الأفقي. طيب هو الارتفاع بتاع المسقط الرأسي عبارة عن إيه؟ ببساطة ممكن نقول ال 44 زائد ال 26 ونجمع عليهم السهم كده اللي هو عبارة عن ال 10. كده أنا جبت الارتفاع بتاع المسقط الرأسي. نفس الارتفاع ده هو عبارة عن مين؟ هو الارتفاع بتاع المسقط الجانبي. يبقى أنت عندك هنا المسقط الجانبي ده الارتفاع بتاعه عرفته. والعرض هتبدا تجيبه من مين؟ ابدا اجيبه من المسقط الافقي. المسقط الافقي انا عرفت الطول، هبدا اجيب العرض. العرض اجيبه منين؟ متوضح عندك هنا، قال لك انت ممكن تاخد ال 18 زائد ال 70 زائد ال 18. يبقى انت ده عباره عن مين؟ ده اكبر العرض بتاع الجسم بتاعك. يبقى ده المسقط الجانبي، طلعت الابعاد بتاعته الارتفاع والعرض، وطلعت للمسقط الراسي والارتفاع بتاعه، والمسقط الافقي طلعت الطول بتاعه والعرض بتاعه. بالنسبة لموضوع الأبعاد أنا كده تمام بالنسبة للدايمنشن. طب الخطوة التانية بنبدأ نعمل إيه؟ إحنا زي ما إحنا اتعودنا في السكاشن اللي فاتت بنبدأ نقرأ الرسم. تبدأ تشوف الجسم اللي قدامك ده بيتكون من كام عنصر، ونبدأ نقرأ العناصر دي هي فين في المسقط الرأسي والمسقط الأفقي عشان أبدأ أقول المسقط الجانبي شكله عامل إيه. ولما اجي اعمل قطاع ابقى انا فاهم انا بقطع في ايه بالظبط وشايف ايه ومش شايف ايه. ده اللي احنا متفقين عليه من اول السكشن او من اول الترم لما احنا اشتغلنا ماده الرسم. طيب نبدا نقرا الرسم بتاعتنا زي ما اتعودنا، بنبدا نمسك المسقط الراس كده ونبدا نشوف جسم. الجسم ده ممكن نشوف القاعده بتاعته لو الجسم ليه قاعده، ونبدا نربطها ما بين القاعده في المسقط الراسي والمسقط الافقي. واضح كده قدامي اللي انا شايف فيه سمك معين. السمك ده اللي هو عباره عن العشرة ماسك بطول الجسم كله، عامل حرف ال قدامي، والحرف ال بقيتها من الجزء اللي فوق بقى عامل زي حرف الزد مقلوب. طب نمسكها واحده واحده عشان ما نتوهش من بعض. لو انا مسكت الجزء الاولاني اللي هو قدامي ده اللي هو عباره عن 29 زائد 86 وال 68 وال 18، ونزلت بصيت في المسقط الافقي، هتلاقي الشكل ده عباره عن ايه؟ هو اللي اخد الشكل اللي هو ايه؟ اللي فيه المنحنيات اللي قدامي ده. ده الجزء الاولاني زي ما احنا شايفين، الجزء اللي انا ماشي عليه ده هو ده الحته بتاعت القاعده الاولانيه دي. طيب هو الحته القايم دي اللي هي على زاويه 90 دي فين؟ هي في هي السمك اللي قدامي ده. وبقيه الجزء اللي طالع قدام ده او حته البليته اللي فوق دي هي فين تحت؟ لو بصيت لها كده هتلاقي حته بليت، والبليت دي فيها ثقب قدامي وظاهر عندي داش لاين. يبقى انا كده ايه؟ مسكت الاساس بتاع الجسم بتاعي الاولاني. طيب هو الجسم اللي شبه الحرف زد مقلوب ده عليه ايه؟ لازم تسال نفسك السؤال ده، هو عليه ايه؟ ده انا هبدا ابص كده امسكها من الشمال هتلاقي فيه نتوء قدامي اهو، او جزء بارز لاسطوانه وجوه ثقب. لو انا بصيت تحت كده هتلاقي فعلا في دايرتين، الدايره الاولانيه ودايره ثانيه. الدايرتين دول الدايره الكبيره دي هي الجزء الاولاني اللي طالع بره ده، والدايره الصغيره دي عباره عن ايه؟ الثقب المتفرغ ده بقى ده الجزء الاولاني.
لو انا مشيت شويه كده هتلاقي في اسطوانتين تانيين برضو بارزين في المسقط الافقي، ادي في واحده وادي التانيه. طب هما فين؟ اهم ادي واحده هنا وفي واحده ورا الجسم اللي قدامك، يعني في اتنين، ادي واحد ادي اتنين، بقى عندك ثلاثه، ثلاث اسطوانات بارزين على القاعده بتاعتك ولها قطر خارجي وقطر داخلي. طيب بعد كده لو انا مسكت الجسم بتاعي هتلاقي فيه جسم طالع بميلان معين كده. الجسم الميلان ده لو انا بصيت عليه تحت هتلاقي ايه؟ تمام، هو عباره عن العصب والسمك بتاعه عباره عن ست. طب العصب ده ساند على ساند ايه او موجود ايه؟ هتلاقي موجود قدامك في المسقط الراسي في شكل مستطيل وجواه شكل مفرغ، وقال لك ده 28 و 38 قطر داخلي وخارجي، يعني ده عباره عن اسطوانه. الاسطوانه اللي انا بصيت لها تحت كده هتلاقي ادي الاسطوانه شكلها باينه واضح جدا اهي، وجواها اسطوانه مفرغه ومفتوحه لحد الجزء القايم اللي قدام. بكده انا مسكت الجسم بتاعي او انا فهمت الرسمه بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن شكل، لو انا مسكتها كده عباره عن شكل حرف زد مقلوب وعليها ثلاث اسطوانات بارزه على سطح بتاع القاعده بتاعتك وكل اسطوانه جواها تقل. وبعد كده حط الاسطوانه بتاعته اللي هي عباره عن 28 و 38 وحط تحتها العصب بتاعها اللي مسك من الاول هنا لحد ده شكل الرسم بتاعتي، او انا قريت الرسم بتاعتي وبقت واضحه بالنسبه لي لما انا اجي استنتج المسقط الثالث او المسقط الجانبي اللي هو طالب. طيب نبدا نشوف المطلوب الاولاني، هو طالب عندك هنا ايه؟ انا خلصت رقم 2 اللي هي قراءه الرسم، ادي قراءه الرسمه انا تمام، قراءه الرسمه عملتها تمام. المطلوب الاولاني عباره عن ايه؟ عباره عن قطاع راس. زي ما احنا اتعودنا بنبدا نجيب القطاع في المنتصف بتاعه، احنا شغالين عباره عن قطاع كامل. ابدا احدد المستوى اللي هبدا اقطع عنده، وادي ادي المستوى بتاعتي من النقطه B للنقطه B. وزي ما اتعودنا بنبدا ناخد خط القطع بتاعي بيمشي في الجسم كله من الاول لحد الاخر عشان احدد انا قطعت في ايه بالظبط. يبقى الخط اللي قدامك باللون الاحمر ده زي ما احنا بنسميه كده المنشار اللي هيقطع لك في نص الجسم. والجزء اللي تحت ده، الجزء اللي تحت ده كله انت رميته ورا ظهرك، كل الكلام اللي باللون الاصفر ده زي ما احنا اتعودنا كل ده ورا ظهرك خلاص. انا بقيت قطعت الجسم بالمنتصف ورميت كل الكلام ده ورا ظهرك. طب هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نقطع في المسقط الافقي ونبص في مسقط الراس. يبقى من اساسيات كيفيه استنتاج المسقط او كيفيه استنتاج القطاع الراسي بروح للمسقط الافقي واعمل ايه؟ بعمل بقطع في المنتصف واطلع ابص في مسقط الراس. طب لو جالي بقى الرسمه اللي قدامي كانت ممكن تكون عباره عن ايه؟ مسقط راسي وافق، لا ده ممكن تجي لي راسي وجانبي، يبقى انا هروح اقطع في الجنبي واروح ابص على مين؟ على المسقط الراسي عشان ابدا اعمل قطاع في المسقط الراسي. بس احنا شغالين في المسائل او التمارين ماشيين في سكه اللي احنا بنجيب مساله مسقط راسي ومسقط افق. ان شاء الله في التمارين اللي جايه هنبدا نجيب افكار مختلفه، يعني مره هنجيب لك مسقط جانبي ومع مسقط راسي، وازاي نبدا نعمل قطاع راسي عن طريق المسقط الجانبي. وان شاء الله قدام هنبدا نشتغل على ان انت تبدا تعمل قطاعين مش قطاع واحد في الرسمه بتاعتك، وندرس انواع القطاعات المختلفه باذن الله. طيب نبدا في الرسمه اللي قدامي، انا بدات اقطع في الجسم اللي قدامي، واول حاجه انا قطعت فيها قطعت في السمك اللي قدامي ده، وعباره عن ايه؟ اطلع فوق هو عباره عن السمك بتاع القاعده، يبقى الجسم ده الحته دي تتهشر تمام. دخلت في مين؟ في الجزء البارز بتاع الاسطوانه، هو فين؟ هو ده. طيب انا قطعت فيه يبقى يظهر، يبقى يتهشر معاك تمام. اول ما خبطت في الدايره او الثقب اللي عندي، الخط الداش ده بقى عندي عباره عن خط سوليد. بدات مشيت في فراغ، يبقى الفراغ ده كله يفضل زي ما هو، بس ابدا اشيل الخط اللي جوه اللي هو كان عباره عن الخط اللي باين فيه المسقط الراسي من الاتجاه ده. طبعا انا بقيت واقف في المنتصف خلاص، ما عادش شايف الخط ده، الخط ده كان بتاع القاعده اللي كان بره. طيب بعد كده نبدا نعمل ايه؟ انا عديت على بقيه الثقب بتاعي او الدايره، يبقى الخط ده يظهر معاك صوت.
يظهر معاك سود. بدأت أقطع فيه بقية الشكل، أنا ماشي بقطع في مين؟ بقطع في الحتة الأسطوانة وتحتها القعدة، يبقى الحتة دي كلها تتهشر، تمام. فضلت ماشي دخلت في حاجتين في نفس الوقت، العصب وفي نفس الوقت بقطع في القعدة اللي هي تحتها. أطلع أبص على المسقط الرأسي، أه أدي القعدة أهي وأدي العصب. اتفقنا إن العصب ما يتهشرش في المساحة الكبيرة. يبقى أنت هتبدأ تهشر مين؟ تقدر تهشر القعدة بتاعتك. أنا ماشي أهو تمام، مفيش أي مشكلة خالص. فضلت ماشي لحد ما وصلت لمين؟ للخط بتاع الاسطوانة. ادي الخط بتاع الاسطوانة، يظهر معاك؟ اه يظهر معاك لان انا قطعت فيه. وفضلت ماشي جواها، يعني انا قاطع في مين؟ في الاسطوانة من جوه. طب الاسطوانة دي جواها اسطوانة تانية، فانا شايف الاسطوانة اللي داخل الداخلية دي، يبقى الخط الداش ده يحصل في ايه؟ تمام، يحصل اللي هو يظهر خط سوليد، لان انا قاطع فيه او ماشي في وسطه، فانا شايف الكلام ده. فانا قاطع في الكلام ده، يبدأ اهشر مين؟ هبدأ اهشر السمك بتاع الاسطوانة اللي فوق، وهبدأ اهشر السمك بتاع الاسطوانة اللي تحت، ومحدش يتلخبط ويروح يهشر الحتة بتاعة العصب اللي هي الجزء ده. طيب بعد كده وانا ماشي في الجزء ده، انا قاطع كل ده، انا ماشي فين؟ ماشي في 3 حاجات في نفس اللحظة في الوقت ده، بقطع في القاعدة اللي تحت، بقطع في العصب، بقطع في الاسطوانة اللي راكبة فوق العصب. يبقى انت عندك القاعده اللي انا ماشي عليها دي، ظهر عندي في المسقط الراسي خطوط الداش وبقيه الاسطوانه. هل انا قربت من الاسطوانه او شايفها قدامي؟ لا، ولا انا شايفها ولا انا قطعت فيها. يبقى الاسطوانه الشكل اللي قدامك ده كله مش موجود. تمسح الحته دي، او انت على في الورقه بتاعتك ما ترسمهمش، ما تقدر تنقلها في اللوحه. طب الخط الداش ده هل انت شايفه؟ لا انت ما انتش شايفه، انت واقف فين؟ انت واقف في وسط العصب. هي الاسطوانه دي او الشكل اللي هو الارتفاع السمك الصغير بتاع اللي طالع لفوق الاسطوانه فوق القاعده ورا العصب. طب اللي كان قدام العصب ما هو وراك، فخلاص انت ما عادش شايف الكلام ده، انت بقيت شايف العصب قدامك فقط. وفي نفس الوقت تحتيك القاعده، فلازم انت قاطع فيها، يبقى تبدا تهشر في القاعده. لان في طلبه كتير بتعمل ايه؟ يقول لك اي خط داش انا هعمله سوليد وخلاص، هو مش عارف هو بيقطع في ايه. ممكن الرسم زي اللي قدامك دي، الخط الداش خلاص انت تشيله اصلا، يعني انت ما تحطوش في الرسمه اللي قدامك. نبدا نهشر في الكلام ده لحد ما وصلت في القايم اللي قدامي. انا قطعت في القايم، يبقى القايم عندي يتهشر عادي، مفيش اي مشكله خالص. والتقب اللي عندك اللي مفرغ ده انا كنت قاطعه في الاسطوانه، يبقى تقدر تشيل الخط اللي قدامك ده، لان الجزء ده كان بره في المسقط الرأسي. وتبدا تكمل تهشير لحد ما تخلص الجزء بتاع القلب. دخلت في السمك بتاع مين؟ دخلت في الجزء بتاع البليت اللي قدامك ده، انا بقطع في البليت اللي جواه تقب. يعني انا ماشي في معدن، في الحته دي يبقى الحته دي كلها تحصل لها ايه؟ تحصل لها تهشير. واول ما اخش في الدايره او في التقب ابدا اعمل خط سوليد هنا وخط سوليد هنا، والجزء اللي في النص ده بيتساب، لان ده فراغ، انا ماشي في فراغ بس شايف قدامي الخطين اللي قدامي. ابدا اهشر بقيه الجزء ده لان انا قاطع في الكلام ده. ده كده انت عملت التهشير بتاعك فين؟ في الورقه اللي معاك، في الكتاب او في الرسمه بتاعت الورقه اللي جات لك المساله اللي فيها. بتبدا تعمل الرسمه ده، او انت عملت التهشير بايدك كده، تبدا تنقل الكلام ده فين؟ تبدا تنقل الكلام ده على اللوحه بتاعت الرسم اللي قدامك. طيب هو انت كده خلصت الحاجه الاولانيه، المسقط الجانبي. المسقط الجانبي بكل بساطة أنت طلعت الأبعاد، الطول والعرض بتاعه. هاجي أبص فين؟ هاجي أبص المسقط الجانبي من الاتجاه ده، وفي نفس الوقت أنا عيني على الاتجاه ده. يعني أنا عيني فوق وعيني تحت، يعني أنا ببص كده وببص كده. طب الكلام ده إزاي؟ لازم تكون أنت عارف، والله أنا ببص في السمك ده، أو أنا ببص على الرسم السمك من الشكل ده، فأنا شايف أول حاجة السمك ده. السمك ده هيتنقل فين؟ هيتنقل في المسقط الجانبي. هتبدأ تنقل السمك بتاعك هنا. طب هو السمك ده اخد الخط ده قد ايه؟ مين اللي يقول لي؟ المسقط الافقي. طب انا لو بصيت هنا هتلاقي مين؟ السمك ده ماسك منين لمنين؟ ده ماسك الطول كله. لان الشكل عندك الشكل غير الشكل اللي قدامك ده شكل اللي هو زي شكل هندسي كده بتاع القعده، بس انت لما بصيت هنا شايف الجزء ده، في نفس الوقت شايف بقيه الجزء هنا يمين وشمال. يبقى دي عبارة عن القاعدة كلها. طب القاعدة دي فيها ايه؟ فيها
ثلاث اسطوانات بارزه. يبقى الثلاث اسطوانات البارزه دي تظهر معاك فين؟ في المسقط الجانب، لان ادي واحده جايه لك في المنتصف، في واحده هتجي لك هنا، وفي واحده على الجنب اليمين وواحده على الجنب الشمال. طيب فين اليمين والشمال؟ ادي واحده ادي الثانيه. في حاجه مغطيه عليها؟ لا. طيب بعد كده جواهم ايه؟ اه ده جواهم ثقب. ادي ثقب اثنين ثلاثه. يبقى كل واحده من دي يظهر عندك هنا ايه؟ خطوط داش. ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. طب الخط بداش منين لمنين؟ من فوق خالص لحد الاخر خالص، اللي هو بتاع الارتفاع بتاع الجزء بتاع الاسطوانه لفوق لاعلى. انا خلصت اول حاجه. طب انا تاني حاجه شايفها ايه؟ وانا قدام عيني هنا شايف الاسطوانه اللي قدامي، شايف دايرتين هنا. يعني انا شايف دايرتين هنا، انا شايف دايره هنا ودايره تانية هنا. طب هي في النص ولا يمين ولا شمال؟ ايه اللي عرفني؟ اللي عرفني المسقط الافقي، هي دايره عندي في النص، والقطر بتاعها 38 الخارجي والقطر الداخلي 28. وما انساش اعمل خطوط المحاور بتاعتي، لان دي حاجه مهمه جدا. طيب الاسطوانه اللي قدامي دي تحتها ايه؟ تحتها شكل مايل. ده الشكل المايل ده فين؟ في المسقط الجانبي، المسقط الافقي، شكل المستطيل السمك اللي هو عباره عن الست. يبقى الشكل ده يجي تحت هنا ايه؟ امام، يجي هنا اللي هو العصب، بيجي لك بالسمك بتاع الست، ماسك من اول هنا لحد هنا. يبقى انا كده جبت، لو احنا مسكناها كده حته حته، جبنا القاعده، السمك بتاع القاعده، وحطينا عليها الثلاث اسطوانات، والثلاث اسطوانات جه عندك العصب، والعصب في فوقه الاسطوانه اللي هتظهر عندك دايرتين، وبقيه الشكل عندك هيبدا يظهر هنا. لو انا بصيت هنا الشكل ده انا مش شايفه، بس انا عارف اللي هو فين، هو ورا. يبقى انت تعمله ايه؟ خطوط داش، وجوه الجسم ده في ايه؟ في اسطوانه. الاسطوانه دي لها سمك، اللي لها قطر، القطر بتاعها عباره عن ال 40، يعني هتبدا تاخد 20 يمين و20 شمال، ويظهروا ايه؟ تمام، يظهروا خطوط داش لاين، لان الكلام ده متغطي قدامك. ده كده تقريبا، او اللي انت الشكل اللي انت جبته قدامك. يعني انت احنا قرينا الرسم، سواء بقى قطاعات، عملنا المسقط الجانبي بطريقه بسيطه، اللي انت قاري انت بتعمل ايه. انا الحته دي هنا المسقط الرأسي فين، تحت في الجانبي فين، يبقى في المسقط الافقي فين. يبقى انا عارف انا ازاي بقرا الثلاث رسومات مع بعض، وازاي ببدا اطلع بطريقه بسيطه استنتاج المسقط، وطريقه تانية اللي انا ابدا اطلع موضوع القطاعات. طبعا تبدا ترسم الرسم بتاعتك، وده شكل القطاع اما تيجي ترسمه بطريقه بسيطه. احنا كده خلصنا السكشن بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في سكشن اخرى ومجموعه من التمارين المختلفه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.